تعالوا بقى نعرف شويه تفاصيل اكتر عن هذا الملف. فاحنا معانا على التليفون الاستاذ محمد الشاذلي وهو المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه. استاذ محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير كريم. صباح الخير استاذه مريم. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. يعني الحقيقه يمكن احنا الانترو كله خصصناه للمدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه الجديده، يعني يمكن اتكلمنا عن عدد كبير جدا من التفاصيل الخاصه بعدد من الالعاب وعدد من كمان التجهيزات وعدد من البطولات اللي من المقرر ان هي تقام عليها. عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن المستجدات بقى في المدينه الرياضيه. شوفي، مبدئيا الفلسفه الخاصه بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه هي قايمه على فكره ان ده الجيل الثالث من المنشات الرياضيه المصريه، الجيل اللي احنا بنتكلم بقى اللي بيدخل مصر مرحله جديده من استضافه البيك تو ايفنتس اللي احنا بنتكلم عنهم، دوره الالعاب الاولمبيه او كاس العالم لكره القدم. يعني احنا كده خلال الفتره اللي فاتت لو استعرضنا سريعا، يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه كده، احنا اتكلمنا في وزاره الشباب والرياضه عن تطوير شامل لمراكز الشباب والملاعب اللي بيتم فيها العمل الاحداث المختلفه في مراكز الشباب من خلال انشاء 5000 ملاعب وتطوير اكثر من 4500 مركز شباب وهكذا. جت المرحله الثانيه لاستضافه مصر للبطولات، كان بيتطلب ده ان انت يبقى عندك مجموعه كبيره جدا من الانشاءات اللي بيتم تطويرها على مستوى جميع المحافظات. فتم تطوير الاستادات الرياضيه اللي استضفنا من خلالها مثلا سنه 2019 بدايه عام 2020 كاس الامم الافريقيه لكره القدم للكبار وكاس الامم تحت 23 سنه، وبعد كده في 2020 استضفنا كاس العالم لكره اليد. ده كان استوجب مننا ان انت يبقى عندك تطوير شامل للاستادات الرياضيه، انشاء 4 صالات مغطاه على اعلى مستوى تكلفتهم تجاوزت في الوقت ده اكثر من 3.5 او 4 مليار جنيه عشان تستضيف كاس العالم لكره اليد واللي استضفناه. الحقيقه زي ما اشرت كده كريم في المقدمه بتاعتك، في وقت كانت الحياه الرياضيه في العالم كله متوقفه، لكن مصر مع الاختراع بتاعها الفول بابل او الفقاعه الطبيه اللي تم تنفيذها بعد كده في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو في اليابان 2020 وتم الاستعانه بها في مختلف دول العالم، فوصلنا في الفتره الاخيره ان احنا نقدر نستضيف خلال من سنه 2020 لحد النهارده اكثر من 350 بطوله قاريه وعالميه رسميه على ارض مصر. جميل. على ذكر البطولات دي برضه يا استاذ محمد، عايزين نعرف من حضرتك ايه يعني اقرب بطوله دوليه هيتم تنظيمها ان شاء الله في العاصمه الاداريه الجديده؟ وبرضه يعني من ضمن الاسئله اللي حابين نعرف اجابتها من حضرتك، هل في مساحه ان احنا نشوف وقت من الاوقات بعض يعني البعض من مباريات او ماتشات الدوري المحلي بتتلعب في الاستادات الموجوده في العاصمه الاداريه، ولا هي من البدايه يعني مجهزه لاستضافه المنتخبات مثلا؟ شوف، عايز اقول لك حاجه، يعني انا هتكلم في حته مهمه جدا. مدينه مصر الدوليه قبل ما هتستضيف احداث كتيره جدا للفتره اللي جايه، منها ما يتعلق بالرمايه والجمباز وغيره، لكن خلينا نركز معاك على نقطه مهمه. احنا حاليا، وده مش يعني احنا حاجه شغالين عليها كده بقالنا تقريبا سنه دلوقتي في وزاره الشباب والرياضه، احنا عندنا ملف بنجهزه لاستضافه مصر لدوره الالعاب الاولمبيه 2036. تمام. ما كان يمكن ان انت تدخل تشتغل بس في الملف ده، ان انت تبدا تشتغل فيه ومصر ما فيهاش قريه اولمبيه. الا وان مصر دلوقتي واحده من الدول اللي موجوده في العالم اللي بتحتوي على قريه اولمبيه، هي مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه. احنا بدانا بالفعل نجهز الملف الخاص باستضافه مصر لدوره الالعاب الاولمبيه 2036، لان امكانيات المدينه تؤهلك لده. كان عندنا زياره للمدينه من حوالي مثلا بنتكلم في 6 شهور او 7 شهور لرئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه السيد توماس باخ، وزار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. الحقيقة يعني هو أثنى بشكل كبير جدا وأكد، وده يعني الحقيقة يعني يمكن ده طلع للإعلام مش هقوله كسر يعني معاكم على البرنامج، لكن أول مرة بنتكلم فيه، وقال إن مصر بالفعل هي اللي تستحق في العالم كله إنها تستضيف دورة الألعاب الأولمبية. وهنا بنتكلم بقى إن قارة أفريقيا كلها كريم، أو القارة الأفريقية كلها أو الشرق الأوسط لم يستضف من قبل دورات الألعاب الأولمبية. وبالتالي هم معتبرين في المجتمع الرياضي الدولي ان مصر هنا تعتبر هي الدوله اللي هتمثل منطقه الشرق الاوسط وقاره افريقيا في استضافه دوره الالعاب الاولمبيه. احنا بنشتغل على ده بشكل جدي جدا، وبنشتغل على ده من خلال طبعا توفير الامكانيات اللي موجوده في مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه. خلي بالك انت مدينه مصر الدوليه دي يمكن لسه الناس يعني ما اطلعتش على امكانياتها قوي. احنا بنتكلم في واحدة من المدن الرياضية في العالم اللي عندها بعض المنشآت الرياضية الأفضل في العالم فيما يتعلق مثلا بميادين الرماية. احنا عندنا أكبر ميدان رماية في العالم 22 ميدان رماية. طيب أستاذ محمد، لو هنتكلم على المدى القريب أو البطولات اللي جاية في فترات مقبلة، يعني هنقدر نقول إن البنية التحتية جاهزة 100% لاستضافة هذه البطولات؟
اقدر اقول لحضرتك ان مثلا بنسبه بالظبط يعني بنسبه مثلا من 98% الانتهاء الكامل من المنشات الرياضيه كلها. متبقي بس الحاجات الاخيره اللي فيها الرتوش الاخيره ما يتعلق بالمباني مبنى المراسم والاستقبالات والاحتفالات والجداريات اللي بيتم وضعها حاليا من الرخام واللي فيها التصميم التراث الرياضي المصري كله، المنطقه الاداريه والمنطقه التجاريه وقاعه المناسبات اللي هي المنشآت الإدارية والتجارية يا مريم، لكن المنشآت الرياضية اللي هي الاستاد الرياضي اللي بيسع 90,000 متفرج، الصالة المغطاة، ميادين الرماية، ملاعب الاسكواش، استباحة، مجمعات حمامات استباحة، كل هذه الأمور اللي انتهى منها بنسبة 100% خلاص. إحنا بالفعل يعني ما أعلناش عن ده، لكن أتكلم مع حضرتك فيه، إحنا عندنا بقالنا دلوقتي كام شهر بنتكلم فيه مع بعض الشركات العالمية اللي بتدير منشآت رياضية ضخمة جدا، بتيجي تتكلم معانا في مصر هنا مع كل المختصين في وزارة الشباب والرياضة عن الآليات اللي هيتم تنفيذها الفترة اللي جاية لإدارة وتسويق مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. عايز أقول لحضرتك الكلام بيكون فيه كم من التفاصيل والعوائد اللي هتكون للدولة المصرية، سواء بقى عوائد هنا في استضافة بطولات أو عوائد مالية، لأن مدينة مصر الدولية دي وإن شاء الله يبقى لكم كده زيارة تشوفوا كل تفاصيلها هناك. هي مدينة متكاملة بالفعل، هي مدينة رياضية وتجارية وثقافية وكل شيء، هي بتحتوي على كل شيء، هي قرية أولمبية متكاملة من كل شيء، 5 مليون متر مربع بتحتوي على جميع المنشآت اللي ممكن تحتاجها أي دور ألعاب أولمبية في العالم. شيء مشرف يا أستاذ محمد، هل متوقع بذكر الزيارة اللي حضرتك قلتها أنه يتم مثلا عمل افتتاح للمدينة الرياضية، افتتاح رسمي أن كل الناس تيجي أن هي تشوف على أرض الواقع اللي تم تنفيذه من بنية تحتية، من ملاعب، من كل الأمور اللي حضرتك كنت تتكلم فيها؟ ده قطعا طبعا هيكون في افتتاح رئاسي رسمي كبير جدا، هيحضروا إن شاء الله يعني كل ممثل المنظومة الرياضية في العالم، وسواء رؤساء اتحادات أو يعني رؤساء، يعني بنتكلم في مستويات أعلى من كده بكتير، بتشريف طبعا وفخامة الرئيس بنفسه إن شاء الله، لأن إحنا بنتكلم في واحدة من أهم المنشآت الرياضية في القارة الأفريقية بالكامل، يعني إحنا بنتكلم هنا بما تحتويه مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية من منشآت رياضية لا مش موجودة في أي دولة، في لا في الشرق الأوسط ولا في القارة الأفريقية، بنتكلم في حاجة فريدة فعلا يعني. وخلي بالك إحنا كمان الفترة الأخيرة دي بدأنا كمان نشتغل على فكرة ازاي نكمل بعض المنشآت اللي موجودة هناك فيما يتعلق مش بس في الأمور الرياضية، بنتكلم هنا في مستشفيات الطب الرياضي، بنتكلم في مناطق العائلات، بنتكلم في المناطق للأطفال، بنتكلم في مسارح رومانية، بنتكلم يعني بنتكلم في أمور تانية بتخلي هذا المكان في مصر من شرق القاهرة يعني أمام العاصمة الإدارية ومنشأة رياضية وثقافية لكل نشء وشباب مصر، حاجة كده إن شاء الله ناخذ بها الرياضة العالمية. إن شاء الله، يعني الحقيقة مشكورين على المجهودات الكبيرة اللي بتتعمل الدولة ككل، ولا سيما طبعا وزارة الشباب والرياضة. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا في 10 الصبح في الأهلي.